وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس دكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي. بداية تحية لك. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن تشكيلة الحكومة الجديدة اليوم، من وجهة نظركم ما التحديات التي تواجه الحكومة الفرنسية الجديدة؟ ما أعلنها رئيس الجمهورية الفرنسية هناك ثلاث تحديات أساسية. أولا مساعدة الفئات ضعيفة الدخل لمواجهة ارتفاع الأسعار وتعزيز القوة الشرائية لهم، وهذه مسألة أساسية بالنسبة لاستقرار المجتمع الفرنسي. النقطة الثانية والهدف الثاني هو مسألة مكافحة التلوث البيئي والمحافظة على البيئة، وهي موضوع الأجيال القادمة والشباب وخاصة الذين سيدخلون سينتخبون في الشهر المقبل يولون أهمية كبرى على هذه النقطة. النقطة الثالثة هي مسألة التقاعد، وهو مسألة تهم الفئات الكبرى من الشعب الفرنسي، وهو مسألة تأجلت كثيرا ولكن صارت ملحة. هذا من ناحية السياسة الداخلية الاقتصادية والاجتماعية. من ناحية السياسة الداخلية الأخرى، أي مسألة الهجرة ومسألة الاستقرار، يريد إيمانويل ماكرون من حكومته أن تهتم بإدماج شباب الهجرة بشكل التام في المجتمع الفرنسي والحد من التمييز وجعلهم يتعاملون بشكل عادي كأهالي البلد. ومن ناحية السياسة الخارجية يريد إيمانويل ماكرون بناء علاقات جديدة بين مصر مثلا في الشق الجنوبي في الشاطئ الجنوبي البحر المتوسط، ويريد وكذلك مع البحر المتوسط يريد بناء سياسه جديده، وهذه السياسه سيبنيها على تبادل المصالح والتشاور. حضرتك تبقى تتحدث عن ان هناك عدد من التحديات الداخليه والخارجيه، ولكن هناك ازمه تكلفة المعيشة وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، دي من أهم مشكلات المواطن في فرنسا من الإجراءات الجديدة اللي بينتظرها المواطن من التشكيل الحكومة الجديدة. شايف حضرتك أنه هنقدر يعدوا هذه الأزمة الاقتصادية العالمية؟ طبعا هذه الأزمة الاقتصادية العالمية يجب أن نتأكد من أسبابها. هناك أسباب يعني هي من وراء مثل جائحة الكورونا، ولكن بدأ تجاوز هذه الأزمة، ثم أتت الحرب على أوكرانيا وتأزمت المسألة أكثر وصار الارتفاع، لكن الارتفاع هناك ارتفاع هيكلي في الأسعار، وهو مسألة الطاقة ومسألة، وهنا الحرب على أوكرانيا هي لها مسؤولية كبرى. ثم هناك المسألة المؤقتة وهذا يمكن تجاوزه، ولكن الرئيس ماكرون مع الحكومة الجديدة سيعمل بطريقة تختلف عن ما سبق في الماضي. في الماضي أراد أن يعطي دعما مؤقتا للفئات ضعيفة الدخل بمساعدتها على تخطي الأزمة مرحليا. هذه مع الحكومة الجديدة سيحاول أن يدمجهم في العمل في منظومة التشغيل لكي تكون لهم مردود، وسيساعد على رفع مستوى الأجور. هذا هو السياسة، هذا الاختلاف في السياسة بين السياسة الماضية والسياسة القادمة لنفس رئيس الجمهورية بعد أن صحيح هناك تحديات كثيرة تواجه التشكيل الحكومة الجديدة وترتيب أوراق مع البيت الفرنسي. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من باريس دكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي.